يا مساء الورد والفل والياسمين واللعب مشاهدينا الاعزاء من الاسكندريه وبالتحديد من المعموره. النهارده حلقتنا هتكون بداخل ملاهي كوتا. مشاهدينا الاعزاء ابقوا معنا. ومن داخل ملاهي كوتا بالمعموره مشاهدينا الاعزاء بنلتقي بالاونر مستر مؤمن كوتا وايضا مدير الاتش ار والعلاقات العامه مستر كريم الرويعي. بنرحب بحضراتكم. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. والله الملاهي بتاعتكم هايله جدا، وكمان هي الملاهي الوحيده في الاسكندريه. يعني مشاهدينا الاعزاء كلنا بنروح في الصيف الاسكندريه، كلنا بنحب نروح نصيف في اسكندريه. طبعا اللي بيروح يصيف مش بيروح لوحده، لا ده بيروح هو وعيلته. فطبعا حضرتك لما تيجي اسكندريه بتبقى عايز مكان للولاد يلعبوا فيه. الملاهي الوحيده اللي موجوده في اسكندريه هي ملاهي كوتا، علشان كده جينا نصور منها النهارده وعايزين نعرف من حضرتك قصه ملاهي كوتا. قصه ملاهي كوتا بدات ايام جدي، كان في 1984. كان جدي هو اصلا انشا قصه او فكره الملاهي، وكان مقرها في الازاريطه، بعد كده تورثتها الاجيال زي ما بيقولوا. والدي كمل المسيره، وبعد كده نقلنا من ارض كوتا جينا هنا سنة 88، وبدأت بقى مشروع تطور بقى الملاهي من معدات خشب لمعدات حديد، صناعة حديد، صناعة إيطالي ألماني، حاجات فيها أمن وسيفتي عالي جدا. وبعد كده كملت أنا الطفرة من بعد أختي، بأن أنا جددت بقى وبدأت أن أنا خاطب الشباب أو خاطب العقليات بتاعت الجست اللي هو اللي محتاجها في الوقت الحالي. ممتاز جدا. يعني ملاهي كوتا بيتورثها الأجيال، بقالها فترة طويلة جدا، سمعتها طيبة جدا، دايما بيكونوا حريصين على السيفتي تيبس أو الأمان لأي زائر موجود في هذه الملاهي. طبعا مر على مصر والعالم كله فترة عصيبة جدا وهي فترة الكورونا. طبعا واحنا داخلين شفنا قد ايه انتوا ملتزمين جدا بالإجراءات الاحترازية والتعقيم وقياس درجة الحرارة. عايزين حضرتك تكلمنا عن الإجراءات الاحترازية اللي موجودة في ملاهي كوتا. احنا من اول بعد الفترة الكبيرة اللي قفلناها، اول ما جالنا قرار الفتحة على طول مشينا في الإجراءات الاحترازية، من اول قياس درجة الحرارة، تعقيم الألعاب يوميا قبل ما الملاهي تفتح، كمامات ضروري على كل العمال والجست وقياس الحراره. بس الجست مش دايما ملتزم بالكمامه، احنا بنلزمه بيها على الباب بس هو جوه بيلحق، دي ما بنقدرش نتكلم فيها. والحمد لله لحد دلوقتي احنا مش ما فيش اي مشكله عندنا ولا في حاجه ظهرت، وملتزمين جدا بالاجراءات الاحترازيه وعاملينها على مستوى الحمد لله. انا شايفه ما شاء الله الاستاف كله ملتزم بيها، الجلافز، الماسكات، وبقى شايفه كمان ان في مسافات كفايه ما بين الجست والتاني. احنا كمان ما بندخلش عدد كبير، يعني احنا لو عندنا رحلات بنوصل لعدد معين وبنقفل باب الملاهي عشان جوه التباعد الاجتماعي يبقى مظبوط، ما بنخليش فيه اي كباستي جوه قافله المكان. والناس دي بتتضايق مننا، بس هم يا ريت يعذرونا في الموضوع ده، لان احنا عشانهم وعشان حفاظا على سلامتهم وسلامه العمال عندنا بنضطر على عدد معين نقفل باب بالملاهي خالص ومدخلش حد بعد كده لحد ما نفضي وندخل ناس مكان ناس. حضرتك بقى يا مستر مؤمن هتكلمنا عن الالعاب. مشاهدينا الاعزاء احنا هنتكلم على الالعاب بس واحنا جواها، يلا بينا. يلا بينا مشاهدينا الاعزاء نبدا رحلتنا من داخل ملاهي كوتا بالمعموره. ويا ترى اللعبه دي بقى يا مستر مؤمن اسمها ايه؟ دي كوتا اي. انا ملاحظه لما جينا نركب ما شاء الله مقفوله كويس جدا بقفال من الحديد، يعني منتهى السيفتي. بالظبط، حتى السيفتي بتاعها لو حضرتك خدتي بالك هتلاقي القفل موجود من بره كابينه اللعبه علشان خاطر لو في اطفال او كده محدش يقدر ان هو يفتح الباب غير بامر تشغيل المشغل. حلو جدا، وكمان المنظر هايل جدا لكل الالعاب اللي موجوده حوالينا. حضرتك الالعاب دي ايه احلى لعبه الولاد دايما لما بيجوا بيحبوا يلعبوها؟ والله هي بتختلف الالعاب بتاعت الملاهي بناء على عمر الجست اللي جاي عامه. يعني بالنسبه مثلا لو قلنا للشباب ففي لعبه مثلا زي الماكس دان سبورتي، تمام، دي لعبه الوحيده موجوده في مصر، تمام، او تعتبر الوحيده في الشرق الاوسط بارتفاع 33 متر، تمام. وعند حضرتك مثلا في لعبه زي برضو الصاروخ، برضو ده اعلى صاروخ موجود في مصر، ارتفاع 50 متر من على الارض.
في بالنسبه للالعاب العائليه لعبه زي الكوتا ويل اي زي اللي احنا راكبينها دي، دي على ارتفاع 35 متر تمام. ده بالنسبه مثلا للتارجت مثلا سواء كان شباب او سواء تارجت مثلا العائلات. بالنسبه للاطفال انا لقيت ان الفترة الاخيرة في اطفال كتير كانوا حابين يجربوا الالعاب الكبيرة بتاعت الكبار، فطبعا انا ما قدرتش ان انا انسى تفكيرهم، فبدأت ان انا اركز اهتمامي على العاب تكون شبيهة بالعاب الكبار زي لعبة التوب سبين بس مخصصة للاطفال، لعبة زي الصاروخ بس مخصصة للاطفال، لعبة زي المنخل طبعا كلنا عارفينه بس برضو مخصصة للاطفال. فمن هنا بدأت ان انا اجيب لهم العاب شبيهه للالعاب الكبار ولكن مخصصه لسنهم. حلو جدا. لعبه المنخل دي صعبه، دي اغلب الشباب ويمكن من سنين السنين هي لعبه بهدله طبعا، الناس كلها بتقع في الارض طبعا حفاظا وامان للاطفال، وطبعا بيبقوا نفسهم ان هم يركبوها، فانا جبت لهم حاجه مصغره ليها، طبعا هي ما فيهاش بهدله، تبقى سيفتي طبعا ليهم بحزمه امان سيت بيلتس مخصصه ليهم هم. نوعيه بقى الجست اللي بيجي عند حضرتك، بما اننا في اسكندريه وكلنا عارفين ان اسكندريه دي مصيف عائلات، مصر كلها من زمان من قديم الازل اتربينا على اننا لازم كل صيف نيجي اسكندريه، هل بقى الكاستمرز اللي عند حضرتك هل من اسكندرية فقط ولا من كل المحافظات؟ قدر الله طفل تاه عن مامته، ايه اللي بيحصل في الملاهي؟ احنا عندنا المكان كله مغطى بالكامل بالكاميرات، السيكوريتي بيتحرك فورا وبيبلغ ان في طفل تايه، فين الاستعلامات بنزيها في سماعات الملاهي ساوند سيستم بتاع الملاهي كله ان في طفل لابس كذا مواصفاته كذا موجود في الاداره، لحد ما بنوصل لاهله ان شاء الله وبنديهم اهل لاهله، مستحيل طفل يخرج لوحده بره الباب، لازم معاه اهله عشان لو طفل تاه ما يطلعش بره المكان ويبقى جوه، وبنراجع كاميرات يوميا مدير الامن عندنا، وعندنا امن متكامل سيكوريتي في الملاهي كلها، فدي مستحيل تحصل ان طفل يتوه من اهله ما نلاقيش اهله، في عز الزحمه الحمد لله بنلاقي اهله. ومن امام لعبه الصاروخ، ودي لعبه خطر جدا مش اي حد بيركبها، اصحاب القلوب الجريئه اكيد انتوا كاداره ملاهي عاملين تعليمات معينه لركوب اللعبه القويه دي. هو كل الالعاب عندنا هنا بيبقى قدامها التعليمات بتاعتها، خاصه الالعاب اللي هي الخطر، بنقرر برضو على الناس حتى لما خدش باله من اليافطه بنعيد عليه الكلام قبل ما بيركب. بس هي اللعبه دي جامده شويه، دي تعتبر تاني اقوى لعبه موجوده. حضرتك جربتها؟ انا اول واحد ركبها طبعا. وايه احساسك؟ لا ما انا ما ركبتهاش تاني. من داخل ملاهي كوتا بالمعموره بنلتقي بمهندسين الصيانه، حابه اتعرف من حضراتكم عن الصيانه الدوريه اللي بتعملوها بداخل الملاهي. احنا عندنا الصيانه انواع، في صيانه يوميه الحاجه اللي هي استدعاء يومي، وفي حاجة صيانة أسبوعية، وفي صيانة شهرية وست شهور وسنوية. أعتقد أن قسم الصيانة هو العمود الفقري للملاهي، حياة الناس بتبقى معتمدة عليكم. في كوتا عامة يعني معروفين بقوة الصيانة عندنا، كل الألعاب بتتراجع وبيتبص عليها كذا مرة، في سيستم شغالين عليه يعني للصيانة، كانت زي الباشمهندس ما قال دورية أو وقائية أو صيانة كاملة. مشاهدينا الأعزاء شفنا ملاهي كوتا وجمال الملاهي والألعاب المميزة جدا، ولعبنا واتبسطنا وطلعنا بقى المكتب نشرب حاجة ونتكلم مع الأونر. مستر مؤمن، شفنا عند حضرتك أن معظم الستاف شباب، وده طبعا بيشيل من على عاتق الدولة عبء كبير لما كل الأونرز اللي عندهم مشاريع بيشغلوا شباب. عايزين حضرتك تكلمنا عن الموضوع ده. والله أنا بالنسبة لطبيعة الشغل هنا زي ما حضرتك شفتي إن الأغلب العمالة عندي من الشباب، كليات، خريجين، وده بيبقى دعم طبعا للشباب للحد من البطالة طبعا داخل الدولة. فترة كورونا طبعا ما كانش فيه شغل، ولكن زي ما العمال دي والعمالة دي كلها ما كانت بتشني مثلا في الأوقات اللي فيها شغل، في أوقات الأعياد، في أوقات الصيف، طبيعي ان ما ينفعش نتخلى عنهم، طبيعي ان انا كنت لازم اديلهم فول سالري بالنسبه لهم في خلال الست شهور اللي انا كنت قافل فيهم، ما وقفتش لحد سالري خالص، دي اقل حاجه ان انا اردها لهم. طبعا كل العمال قاعدين في بيوتهم وبيجي لهم مرتبات كامله، هي دي روح النبل وهو ده التميز اللي بنتمناه من كل شعب مصر، من كل الاونرز وكمان الشباب. مشاهدينا الاعزاء دي أجمل خاتمة لهذا التقرير، كنت معكم من ملاهي كوتا بالمعمورة، أشوفكم على خير.